شفت الدنيا بتعشق والله شباب. شد حالك زياد، اخاف اشد حالي و القم بكره ترند القم. هي وينها وينها ما جت؟ تأخرت الزفت. لا يا بين السعيد، ما ينفذ أحكامي. أحكامي سعيد. البيت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر. ثلاث أحكام أنفذ مو على كيفك، أنا أبغى حصالة. أوكي. الرياض عندك. أيوه عرفتي من اللي عندي، أيوه يدق خشمك دق. والله والنعم في الرياض. بس اللي عندي دق خشمك دق. أرقمي كتم لين أخلص. بص ولا برم، رياض اخضر ولا احمر؟ افتحي جوله. يلا عادي عادي. مشرفات صوروا، مشرفات صوروا. تولع التكبيس يا عيال تكفون. هي اطهر بلد واغلى بلد، من دون حدك نتحد ونزيد اسمنا العهد. هذا السعودي فوق فوق، هذا أبوك الحب.
والله يا التب ما تفرحين به والله عادي تستاهل التب غصب خذيت والله اللي تستاهله بخشم السكور أص أقول انطم أسح على وجهك أوكي ترى أنا أعطيتك الجولة كذا هدية مني لك تأخذها بس عشان لا تصيبك جلطة قلبية أو يرتفع ضغطك في الليل بس لأن حرام شفناك إنك كذا بدأت ترتجف وزي كذا فقلنا حرام خفت تجيك جلطة قلبية وبعدين يقولون منى خلت سعيد ينجلط فعطناك إياها كذا لله والوطن الشفقة وش بصوتك تغير؟ رحلة البحث عن دعم؟ أنتم اتحدى تفتح معي جوله ثانيه ورب البيت ما تفتح يا ابوي هذا سكوره يا رجال هي اطول من سكوره يرحم امك انت وياه حصانتك ودقيت وجهك واخذتها تبغين تلعبين جوله ثانيه ولا خلاص غلق المستوى اي عادي العب معك جوله ثانيه يلا ها اي عادي متاكده اي عادي يلا انسحبي ترى عادي تقدرين لا عادي ما انسحب انا عادي ادخل ما خاف نفسك اروح اجيب الناس عشان يدعموني واجي العب مع منى العابد طب جوله واحده يلا اوكي مسموح كل شيء اي يلا والله تستاهل يا سعيد يعني على بالك ان انا بزعل انك فزت علي ولا بتاخذ مني التوب ضبط اللوك امازون من العاب الاستخبارات اللي عندي في البث روحوا شوفوا البلكونه فيها شيء الاستخبارات اللي عندي روحوا شوفوا البلكونه بابا اسمي محسن اهلا وسهلا فيكم بيت الجديد وهلا حاب احكي
السعودي فوق فوق هذا السعودي فوق فوق وصيح من أجدادنا ومرثه لأحفادنا الموت لأجل بلادنا هذا السعودي فوق فوق هذا السعودي فوق فوق رياض يا شرير يا شرير سعيد اسمع على الصدام ولا راك شيئا يا متهالك يا سعيد يلا يا سعدان على الصدام يا الندل والله جمال رباني الله اكبر حتى فرعون قال ربكم الاعلى ما حد صدقه والله مين ما شافني مين ما شافني على الواقع ان داخ مات من جمالي داخ والله من الريحه ريحه الدغادغ تنتف سعيد احترم نفسك احترم نفسك يا عيال افرقوا في السكول ارحم امكم يا عيال هلا رياض احكام جلد بلا رحمة الحكم الاول تجيب لي نص تيس بكرة ان شاء الله على الغدا الحكم الثاني تجيب لي سوارة ذهب ولا ساعة ذهب من كارتيغ الحكم الثالث 30 ثانية يا تجيب لي سبيكة وزنها 100 كيلو بين جن سعيد خلاص يا جماعة الخير أنا بل باي سعيد باي سعيد حيك يا رياض حيك بيض الله وجهك يا رياض مرة شكرا خالد يا خالد مرة شكرا يا خالد لب عينك والله مرة شكرا نمر مرة شكرا بيض الله وجهكم جميعا والله مرة شكرا مرة شكرا سعيد أتنفذ حكمي الآن تنفذ حكمي الحكم الأول تجيب لي بكرة على الغداء نص تيس والله ما أخذت لأمي خلا أخذ معك حكمي الحكم الثاني جماعة كلنا نضيف الداعمين بيض الله وجهكم والله مرة شكرا مرة شكرا الله يسعدكم بيض الله وجهكم وخذيت التبون طرق كذا الحكم الثاني تاكل 5 حبات فلفل ثالث بوش أب 100 مرة لا ما سوي حكام رياضي ليش أنت مو رياضي لا والله بس والله تعبان والله بس سويت 4 حكام اليوم أقل 51 والله أموت حر يا جماعة حر يلا اسمع الحكم الثالث تجيب مستوى وتيجي يا خصم المتهالك يلا ألقم
فدا فدا يا فدا. فدا فدا يا فدا. فدا هو كذا كذا السوشيال ميديا مرة لك مرة عليك. لكن لكن أرجوكم أرجوكم إذا 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 أنا لي شيمة، إذا لي حشمة، إذا لي قيمة عندكم، إذا صدق تحبون سعيد، لا أحد يغلط على الداعمين. الداعم قلنا لكم 60,000 مرة حر في دعمه، يدعم ضدي إن شاء الله يدعمني بحلاوة، ويدعم الخصم 600 مليون. ما نشوف الله يكثر خير، لو حلاوة من الله يكثر خير، ما توصل غلط، احنا أكبر من كذا. ورياض ترى ما أرضى عليه، والله ما أرضى عليه، فتكفون علشان المجاملة. ما في داعي نقفل الكومنتات والله ما لها داعي. لبى روحك يا رياض، والله خابرين، والله خابرين، الله يعزك. صح حركته تقهر، الله يقهر عدوه، لكن فدا يمون 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 رياض يمون يمون. يضحك بقعة، وش تبغاني أبكي؟ وش تبغاني أبكي؟ أنا إذا في أحد ببكي عليه ما ببكي إلا على محمد، الله يرحمه، هو اللي يستاهل إني أهل دمعتي عليه، لأني أنا اللي ذبحته.